وفريق واحد اصلا خلاص احنا لو نستمروا هنا ايوه هذا 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 الله شيك شيك الله شعبات الهندسة العسكرية التابعة لقيادة محور تعز. الآن نقوم بالتعامل مع تفكيك عبوة ناسفة قاموا بزرعها عن طريق وتر وبطريقة 2 صواعق خداعية، حتى إذا ما دخلوا المجاهدين أو الأفراد فيصدموا بالوتر فتنفجر العبوة بهم في هذه الأماكن. نحن تمينا قطع الوتر الذي مرتبط بالصواعق، والآن نقوم بالتعامل مع فك الصواعق الخداعية، وهذه خطيرة جدا. وبفعل العبوات الناسفة، هذا كان بفعل العبوات الناسفة، والألغام شديدة الانفعال استخدمت عبوات تزن إلى أوزان كبيرة جدا.